مرحلة الطفولة في منطقة القطيف كانت جدا جميلة. أتذكر من انتقال والدي طبعا إلى منطقة خميس مشيط، ولما احنا انتقلنا للعيش في منزل جدي أبو الوالدة الله يرحمه. حكم شغل أمي وأبوي والساعات الطويلة اللي كانوا يقضوها برا البيت كانت سبب رئيسي في تكوين شخصية محمد وقوتها والاعتماد على نفسه. أكثر حاجة تعلمتها من الوالد هو حب مساعدة الناس، سواء في إيده يغير الحاجة أو ما في إيده يغيرها، تلقاه جنبك ويشوف هو بأي طريقة يقدر يساعد. حب مساعدة الناس اللي انزرع فيني من الوالد خلاني أبحث داخل ذاتي وأحاول أدور وظيفة بحيث أن أنا أؤدي مهامي أخدم فيها نفسي وأخدم فيها عائلتي وأقدر أخدم فيها المجتمع في نفس الوقت. بسبب حبه إلى مساعدة الآخرين، فمساعدة الآخرين وتحقيق ابتساماتهم أو أحلامهم هي بيكون حصولهم على صحة جيدة، فهذا الشيء اللي خلاه يلجأ إلى الطب.